ذكرى 41 لنصر اكتوبر او لعودة سيناء الى حضن دولة كبيرة مصر الحرة. ان شاء الله احنا طبعا سعداء وسعدنا بهذا اللقاء، وما كانش مفروض ان احنا نعدي هذا اللقاء الا لما نعمل يعني حفلة يعني باللي في ايدينا بامكانياتنا باولادنا. على فكرة اللي بيحيي الحفلة تحت فرق فنون شعبية واستعراضية وبدو جنوب سيناء بقى جميل بقى. بدو ان شاء الله اللي هم هيعرضوا بقى الحاجات البدوية الجميلة. فيعني ما نعداش ابدا، الكلام ده بيلزق في ذهن اولادنا. ولادنا لازم يبقوا عارفين هم قاعدين تحت وما بيحضروا ايه، بيشوفوا ايه، بيسمعوا ايه، لان الذكرى دي طبعا غاليه على نفوسنا كلنا. ويعني لولا تضحيه ابنائنا واولادنا وشهدائنا ما كنا هنقدر نقعد هنا النهارده. فلازم الكلام ده يوصل لجميع اولادنا وجميع اهالينا هنا في جنوب سيناء، خاصه هذه المحافظات السياحيه الحدوديه، الامن القومي كله هنا. فلازم كنا نحيي هذه الذكرى عشان يعني ولادنا يحسوا بيها. شكرا. عن يوم رائع وذكرى عظيمه، ذكرى بطوله وذكرى فخر قومي ومناسبه وطنيه الحقيقه كلنا سعداء بيها من ارض سينا، ونحتفل من سينا نفسها. وتحيه لارواح الشهداء العظام اللي ضحوا بارواحهم عشان احنا نعيش هذا الفخر ونعيش هذا الاحتفال. دايما مصر محميه وابطالها مخلصين، ودايما يا رب كده كل سنة بنحتفل وكل سنة بلدنا أحلى إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا أنت يعني منور النهاردة شرم الشيخ، وإيه رأيك في الأجواء بقى النهاردة؟ أجواء أكتر من رائعة، المحافظة منورة، شرم الشيخ جميلة جدا جدا حقيقي، يعني مقصد سياحي العالم كله فعلا بيبص له بالنهار، وكل سنة بتبقى أجمل وأحلى، وإن شاء الله اللي جاي ليها يعني رائع بإذن الله. في التطويرات اللي إحنا شفناها في مدينة شرم الشيخ يعني جد السياحة، الجهود العظيمة اللي عاملها سيلفيا وخالد كودا والمعاونين، الحقيقة يعني مش موجود في أي محافظة في مصر. الواحد بيمشي بجد حقيقي مفتخر، الأجانب كمان لما بييجوا يتكلموا يعني حاجة بجد بتخلي الواحد يحس بالفخر، بيحس إن بلدنا ما شاء الله حازت على انبهار العالم كله. ودايما يا رب كده في تطور وكل مدى احلى. كتمثيل او فن لما نيجي نصور هنا في بلدنا فعلا بنروج للسياحه بتاعتنا واماكن جميله عندنا مش في